بشرى في علاج فيروس سي، وهذه بشرى لكل مرضى الفيروسات الكبدية وبالذات فيروس سي. وكون الحقيقة أنا والدكتور بنتكلم في الفاصل، هل يمكن رجال الأعمال أن يساهموا عن طريق صندوق، عن طريق يعني عايزين فكرة مبتكرة إزاي ممكن يقدر رجال الأعمال أن يساهموا في دعم هذا الدواء؟ دكتور تفتكر إزاي ممكن نعمل كده؟ فكرة ليها سابقة بكده، ان احنا كان عندنا مشروع كبير لعلاج الاطفال مسميه فيروس سي عن طريق رجال اعمال، وبالتحديد مؤسسة سويلس للتنمية الاجتماعية، وعالجنا حتى الان حوالي 1000 طفل، وفي رجال اعمال ساعدونا في زرع كابت برضو، يعني اتعمل قبل كده. بس احنا مش عايزينها يعني تشاريتي او يعني تبرعات، احنا عايزين الفكره انه اذا كانت الدوله مش قادره تجيب، يعني هنشوف لحد ما توصلوا للرقم اللي انتم بتفاوضوا عليه، هي فكره توفيره بشكل اكبر. صح طبعا. فكره سعر الدواء ده ازمه مش بس عندنا، ده في العالم كله. طبعا مفهوم. طبعا رجال الاعمال طبعا يا ريت يساعدونا في القصه دي، لكن اعتقد هم لازم يتاكدوا ان اللي هيصرفوه ده يعني لازم يبقى صندوق مؤتمد تبع مثلا هيئه معينه، عشان ناس حتى مش بس رجال الاعمال، الشعب كله طبعًا يتبرع، بس يتاكدوا ان الصرف هيطلع يبقى بطريقه بالذات، مش بقى طالع مكافئات وموظفين. اعتقد هتنفع يعني ممكن يكون يعني يكون في فكره لهذا الامر، واعتقد ان رجال الاعمال المصريين مش هيتاخروا، لان الحقيقه ده علاج مهم جدا، وزي ما الدكتور بيقول يعني ثوره علاجيه جديده. النقطه الثانيه كان وزيره الصحه لما قعدنا معاها قالت ان هنبقى عارفين الاعداد هنعالجها قد ايه في البدايه، هتطلب هي ميزانيه اضافيه من الدوله لفيروس سي، يعني ده كان تفكير برضه في وزاره الصحه يعني. طيب عموما هنوصل نشوف بس وصلتوا في هتوصلوا في التفاوض لحد أكيد فين، واحنا بعد كده نواصل معاكم لدعم أكيد هذا المشروع. اشجان من الدقهليه معايا الحقيقه عدد من اتصالات الهاتفيه. اشجان اتفضلي يا استاذه. السلام عليكم. استاذه لمين. عليكم السلام يا فندم. ممكن كلام الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي اتفضلي. ايوه الدكتور لو سمحت، هو انا عندي فيروس اكتشفته من 17 سنه وانا كنت رايحه اعمل عمليه، دلوقتي عندي تليف. انا سمعت حضرتك امبارح بتقول انه في حالات معينه اللي بتتعالج بالعلاج اللي حضرتك بتقول عليه. ف الو. ايوه معاكي اتفضلي. طب انا دلوقتي عندي تليف متوسط في الكبد، وعندي تولي مريء، وحقنت كذا مره، ويعني مش عارفه انا ممكن استعمل العلاج ده، وعايزه اعرف اذا كان هو متواجد في اي مكان حضرتك تقول لي عليه انا ممكن اشتريه، بس مش عارفه حالتي تستدعي ان انا اخد العلاج ده ولا لا. ده سؤال هام جدا على فكره. اتفضل دلوقتي، هل الدواء ده هيفيد واحد عنده تليف كبد ولا لا؟ تليف كبد عارفين طبعا دي مرحله متقدمه من المرض، وعاده عنده تليف كبدي لو جاله بظاهر فشل كبدي، فشل كبدي استسقاء عبوبه، بيحتاج زرع كبد. طيب لكن لو في تليف كبدي في بدايته يعني متكافئ شويه، اعتقد الدواء ده هجيب نتيجه يعني معنا متوسط اللي هي بتتكلم عليه، يعني حتى طبعا حسب حالتها، لكن اذا كان تليف كبدي عندها مش شديد يعني الدواء ده ممكن يخلي تليف كبدي يقف على في مرحله معينه وما تحتاجش زرع كبد. يعني السابقه دي في فيروس بي مش سي بقى، ادويه فيروس بي الجديده نزلت من حوالي 5 سنين وموجوده في مصر كلها تقريبا، زرع الكبد لفيروس بي انتهى ما بقاش موجود، عشان الادويه دي بتخلي المريض حالته تستقر فمش محتاج زرع. شكرا يا اشجان. يعني اذا الدواء ده لمراحل ايه؟ المراحل الاولى من فيروس سي؟ لا، الدواء ده لكل مراحل فيروس سي، ولكن احنا طبعا هنبدا في علاجنا هنا في مصر بالناس اللي عندهم اشد مرض، اللي هم ناس عندهم تليف كبدي، اللي هم اصعب ناس في علاجهم، ولكن دول اكتر ناس في احتياج للعلاج. شوكت اتفضل. ايوه مساء الخير يا دكتور. اهلا، ازيك يا استاذ شوكت؟ مساء الخير يا مدام لمين. مساء الخير يا فندم اتفضل. مساء الخير. مساء الخير يا فندم اتفضل. لو سمحت، انا عندي فيروس سي واتعالجت وخدت انترفيرون لمده سنه، وبعد كده كنت نيجاتيف على 12 حقنه ونيجاتيف على 24 حقنه، وكملت الكورس 48 حقنه، وبعد ما خلص الكورس بست شهور طلع بوزيتيف، فحاليا باخد سيليمارين وفيتامين اي. ف كل سنه كنت نورمال الليفر في التلفزيون نورمال، في يناير السنه دي طلع ايرلي ليفر ديزيز، يعني بدايه في الحكايه دي. فهل انا يعني ممكن اخد الاعراض دي ولا لا؟ والوظائف كلها طبيعي. اوكي ده واضح ان السؤال الثاني ايه القواعد اللي سيادتك قلت عليها، قواعد علاج فيروس سي حاليا ولا في المستقبل؟ لا يعني طيب يا شوكت ممكن نسمع رد الدكتور اتفضل. هو حاليا قواعد علاج فيروس سي اللي احنا بنعملها بتقطع العين، بيقطع الفحوصات شامله، وال
في قواعد كده في عينه الكبد اللي هو بنقسم المريض ل اف، اف دي درجه التليف من اف 1 ل اف 4، اف 4 ده تليف كبدي، اف 1 ده ما عندوش حاجه تقريبا، فاللي هو اف 1 بنقول له استنى مش محتاج علاج دلوقتي، الاف 4 بنعالجه، فهو هو خد انتفيون ما اعرفش كان اف كاب يعني، لكن حصل له انتكاسه اللي هو بيسموه ريلابس يعني بعد ما الفيروس راح من عنده لانه رجع تاني. ده طبعا هياخد علاج جديد، ده يعني متوقع انه يستجيب ليه، وواضح ان حالته مستقر حتى لو في ايرلي ليفر ديزيز يستنى لغايه بدواء جديد. يعني يعني الحاجه الوحيده الفيروس سي اللي كويسه انه فيروس بطيء جدا، يعني قبل ما يعمل مضاعفات شديده يقعد 20 سنه. فاذا اذا كان حد حالته مستقره يستنى ما يجي دواء جديد بدون ما يبقى قلقان على نفسه عشان يتعالج. شكرا يا شوكت. اسماء من القاهره اتفضلي يا اسماء. الو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا عايزه اسال على فيروس سي وعايزه فيروس ايه، هو طفل عنده 5 سنين، هو النسبه بتاعته 1900 وشويه، عايزه اعرف الخطوره بتاعتها والمضاعفات هي بتعدي من طفل لطفل او من طفل للكبير كمان، وايه سبل الوقايه منها؟ وهي اخطر يعني فيروس ايه اخطر ولا فيروس سي؟ لا لا اولا مش اي خطوره يعني. اوكي فيروس ايه بيجي عن طريق الاكل وبيصيب كل الاطفال في مصر تقريبا على سن 10 سنين تقريبا 90% من الاطفال جالهم فيروس اي بدون ادنى مضاعفات، مفيش اي مضاعفات مزمنه في فيروس اي اطلاقا، يعني هو بيجي بالتهاب كبدي ويروح لوحده. نادر جدا لما يجي واحد في سنه كبير قوي سنه 30 ده ممكن يبقى يعمل متاعب في الكبد حاده في الكبد، لكن ملوش مضاعفات مزمنه زي فيروس اي، فمفيش اي تخوف على ابن حضرتك او بنت حضرتك اللي عندها فيروس اي حاليا من اي حاجه. شكرا. يعني شفاء تام يعني ان شاء الله. شكرا يا اسماء. وفاء اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك عايز اسال الدكتور، هو جوزي عنده فيروس سي وعنده بؤرتين في الكبد ورم سرطاني، فهو دلوقتي بيتعالج بالتردد الحراري او الاشعه اللي هي تداخليه في معهد الكبد، فهل هو العلاج ده هل هيمشي معاه ولا كاس. لان الدكتور قبل كده الدكتور وحيد برضو قال لي ان هو ما ينفعش معاه العلاج اللي هو البرشام والحقن ده. هو واضح ان جوز السيده دي ان هو جاله احدى مضاعفات الفيروس سي اللي هو جاله بؤره في الكبد اللي هي تعني يعني ان هو جاله ورم في الكبد، ودي بتحصل في 1% من مرضى فيروس سي 1%. ولكن النقطه الهامه في اورام الكبد ان الاكتشاف المبكر بيتعالج بمنتهى السهوله، بنحط ابره فعلا اسمها تردد حراري بنحرق الورم، يكون حجمه سنتي 2 سنتي، ولو المريض اكتشف متاخر حجمه كبير ده ما لهوش علاج. فاحنا بندعو كل مريض ان هو يعمل فحص كل شويه كل 3 اشهر بسونار عشان يكتشف لو جاله اورام كبد يكتشفها في مرحله مبكره. ما دام بقى جوزها بيجي معهد الكبد وبيتعالج بالتردد الحراري اللي هو بيتحرق بيه الورم، واعتقد هيستجيب ليها. المشكله انه ممكن يجي له اورام في اماكن اخرى في الكبد، فهي محتاجه طبعا متابعه طول الوقت. لو لان الاورام دي بتيجي بطريقه متكرره جدا بيحتاج زرع كبد. في عندنا اسئله برضو كتيره جايه لنا على التليفونات اللي مش مشتركين في، يعني دلوقتي الدواء ده المفروض يبقى متوفر في الصيدليات عادي ولا بس للتامين الصحي ولا هتعمل ايه؟ لا هو الدواء ده لسه هيقدمه على تسجيله في مصر، واول ما الدواء بيتسجل في مصر موجود في كل حته. احنا في وزاره الصحه عندنا سعر خاص لينا احنا اللي ندي بيه علاج على في الدوله. يعني مثلا انتفيرون بيتباع الحقنه بره في الصيدليات ب 1000 جنيه احنا عندنا ب 250 جنيه. فاحنا نامل في الدواء الجديد او الادويه الجديده دي يبقى عندنا سعر في السوق للقادرين وسعر خاص لينا احنا عشان ندي للعلاج على في الدوله. احمد يعني ده اللي احنا بنحاول، ده البلان بتاعنا ان احنا نعمله عشان نوفر الدواء ده. احمد من القاهره اتفضل يا احمد. اهلا بيكم. اهلا بيك اتفضل. سؤالي للدكتور. اهلا بيك. دلوقتي الدواء الترايلز اللي اتعملت على الدواء دوت اتعملت ل 100 نفر بس، ولسه هيعملوا ترايلز في سنة انطونيو مع دكتور اريك لويتس. ف 100 نفر قليل قوي ورغم ان هو عدى بسرعه. لا لا ده في مصر 100 نفر. طب نسمع يا احمد اتفضل يا دكتور. هو اتعمل ترايلز على الدواء ده لجينوتايب 4 اللي هو بتاعنا احنا في امريكا في لوس انجلوس على مرضى مصريين في لوس انجلوس وكان نتائج هايله، واتعمل عندنا احنا في معهد الكبد وفي القصر العيني على 100 عيان فعلا، واتعمل على انواع اخرى من فيروس سي حوالي 3000 مريض في كل انحاء العالم. طبعا احنا محتاج نعمل ترايلز اخرى عشان نتاكد ان الدواء ده فعال، وفكر الترايل بتاعتنا ما خلصتش لسه، احنا لسه العيانين لسه بياخدوا العلاج،
لكن ما عندناش نتيجه نهائيه لسه، عندنا نتائج مبدئيه حوالي 90% استجابه، لكن احنا فيروس سي بنقيم العلاج بعد توقف العلاج بثلاث اشهر، يعني بعد واحد ياخد علاج ست اشهر مثلا، بعديها بثلاث اشهر نشوف الفيروس مش موجود يبقى خف من خف. طب ما هو عشان كده احمد بيقول انه لسه يعني احنا لسه في الترايل المصري احنا ما اعلناش نتائج لسه، احنا قلنا نتائجنا حاليا اون تريتمنت، يعني الناس اللي بياخدوا علاج دلوقتي نتائجهم 90% استجابه، لكن لسه ما عندناش النتائج النهائيه. يمكن نفاجئ احنا بقى في مصر مثلا ان الفيروس بيرجع عند ناس كتير تاني، يمكن التايب 4 ده ولا التايب 4 من فيروس سي، هل ده الاكثر ريزيستنس او يعني لا اوحش واحد تايب 1 1 اللي هو في امريكا، وبعدين يلي احنا تايب 4، وبعدين احسن نوع او يعني اقل خطوره اللي في اوروبا تايب 2 و 3. فاحنا طبعا سؤاله كويس قوي يدل ان هو فاهم اللي احنا بنعمله، احنا ما عندناش نتائج نهائيه لسه، لكن نتائج نهائيه الترايل اللي اتعملت في امريكا كانت هايله. فاحنا اعتقد ان يبقى نفس الحاجه عندنا يعني. لطفي اتفضل يا لطفي. شكرا يا احمد حقيقه على سؤالك. لطفي طيب يا ايميل اتفضل. يا ايميل ايوه مساء الخير يا مدام نبيل. مساء النور يا ايميل اتفضل. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك يا ايميل اهلا بيك. اتفضل. لو سمحت يا دكتور معلش، انا من شهر اكتشفت ان انا عندي فيروس سي وعملت بي سي ار لقيته 1,146,000، وعملت وظائف كبد لقيت واحده منها 27.5 وواحده 40.9، وانا مريض بالضغط والسكر وعندي ميترال فالفا برلابس، هل ينفع اخذ الحقن ولا استنى العلاج الجديد؟ اولا الرقم بتاع البي سي ار ده لا قيمه له، فما تتخضش من حكايه مليون دي ما تش فارقه معانا خالص يعني. طبعا ان شاء الله هتاخد العلاج ده، يعني اما يكون موجود العلاج ده او غيره هتاخده ان شاء الله يعني باذن الله، وان شاء الله تستجيب لي يعني. شكرا يا ايميل. رمضان من سوهاج اتفضل يا استاذ رمضان. رمضان طيب خط قطع. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل. معلش حضرتك عامل رقم مع الدكتور؟ اتفضل. اتفضل يا فندم. حضرتك انا عندي فيروس بي يا دكتور. بي. واخدت له علاج زيفكس مع حضرتك واستمريت فتره، وبعد كده راح رجع الفيروس يزيد تاني بعد ما قل. بعد كده رحت غير لي العلاج، خدت هيبسرا مع زيفكس. معايا حضرتك؟ معاك اهو. الفيروس قل وبعد كده راح رجع زاد تاني. غيرت العلاج ثالث مره معايا حضرتك وخدت باراكلود. راح العلاج قال له بعد كده راح يرجع زي الثاني. اخيرا خدت علاج حضرتك اللي هو الفايريد فيريد. ايوه برضه قال له راح يرجع زي الثاني. قال له وانت على العلاج ولا انت بتوقف العلاج؟ لا انا وانا باخد العلاج. غريبه جدا، لان عاده اللي بياخد فيريد ده بيستجيب تماما، او الباراكلود يعني. انا خدت باراكلود وبعديه فايريد. هل انت بتوقف العلاج في النص ولا بتكمل عليه كل يوم؟ لا نعم انا حضرتك مستمر في العلاج. حضرتك عايش في سوهاج مش كده؟ في سوهاج. طيب عندنا مركز كبد في مستشفى في سوهاج اللي هو مستشفى الجهاز الهضمي اللي في سوهاج اللي هي على البحر يعني. بروح معهد الكبد في القاهره في السيده زينب. انا ارحب بيك لو تعبت جينا في القاهره او في سوهاج هناك، ان احنا نشوف الورق بتاعك ونشوف ليه انت بيجي لك انتكاسه كده على طول، لكن المفروض اللي بياخد الباراكلود او فيرياد بانتظام ما يجروش ارتكاسه للفيروس خالص، المفروض لا يعني. طيب يا ريت يا رمضان بقى تحاول يا اما تيجي للدكتور تيجي مصر في المعهد الكبدي في مصر، او تتابع بقى في هو في نقطه هامه. فيروس بي فيروس بي علاجه ما يتوقفش. يعني زي فيروس بي زي اللي عنده ضغط يفضل على طول ياخد علاج فيروس بي. فيروس سي بياخد فتره يخف خلاص او ما يستجبش نوقف، فمش بياخد على طول. لطفي من القاهره ارجع لنا اتفضل يا لطفي. يا لطفي السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك اتفضل. اتفضل استاذ وحيد. اهلا بيك وحيد. اهلا بيك اتفضل. انا عملت تحليل. لا صوتك مش واضح يا لطفي. لا الصوت بيقطع يا جماعه، نحاول نتصل بلطفي تاني. نصر من البحيره اتفضل يا نصر. نصر ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. والله ما دام لميت عايز اكلم الدكتور وحيد الله يخليك. اتفضل. اهلا بيك. والنبي كل سنه وانت طيب يا دكتور. وانت طيب. لا طيب الله يخليك. انا عندي فيروس سي بقالي سنه وبتعالج منه الحمد لله، يعني الانزيمات كل مدى بتجيل، فمش عارف انا يعني هكون من ضمن الصفقه اللي موجوده بتاعت العلاج ده حضرتك ولا لا. يعني حسب احتياجك حسب حالتك، لكن انا كان عندي 2 مليون من سنه. ما قلنا الرقم ده مش مهم يا فندم، ال 2 مليون دي مش مقياس ان انت تعبان او مش تعبان، اهم حاجه وظائف الكبد والكشف عليك والموجات الصوتيه، ولو احتجت عينه كبد
فطبعا اما يتم تقييمك بطريقه كامله نقول لك في الاخر لو انت محتاج علاج ولا مش محتاج علاج. سيادتك اخر مرحله مع احترامي. انا عايز اقول حاجه بس مهم قوي، مش كل واحد عنده فيروس سي بيحتاج علاج. طب انا كنت اخر مره الدكتور بيقول لي انا كنت هديك حقن يا مصري بس انت عندك الضغط عالي فما اقدرش اديك الحقن وبتاع. طيب ده عايز يتظبط يا نصر بتهيألي. طيب اخر تليفون جمال من البحيره، اتفضل يا جمال. جمال من القاهره انا اسفه، اتفضل يا استاذ جمال. الو ايوه مساء الخير يا باشا. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. اتفضل. الفل يا باشا. اهلا بيك استاذ جمال، اهلا بيك. ازي صحتك يا دكتور؟ يلا اتفضل يا استاذ. عندي فيروس حضرتك من 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 99. الو ايوه اتفضل سريعا. سامعك. عندي فيروس من 99. ايوه يا فندم. وخدت خدت الكرسي كامل ابر. تاخده حضرتك؟ ايوه. وعمل بعد بعد ما خلص الكرسي عملنا تحليل التحليل ده فطلع ايه؟ طلع نيجاتيف ما فيش حاجه. بعديها بسنه او سنه ونص رجع الفيروس تاني زي ما هو. طيب شكرا يا جمال. لو سريعا يا دكتور عشان وقتنا تقريبا. هو يا استاذ جمال ده جاله عدوى جديده احتمال او ان الفيروس رجع تاني فعلا، وفي الحاله دي بيقيم تاني لعلاجه، يعني نفس الشيء ان هو يقيم في العلاج. على فكره تاني اقول بس حاجه، ان مش كل واحد عنده فيروس سي بيحتاج علاج. يعني في ناس عندها فيروس سي وحاله كبد سليمه تماما وده مش محتاج علاج. تقول ايه للناس عن الادويه الجديده؟ اقول للناس ايه؟ ان دي في نهايه البرنامج يعني اقول لهم اولا انت عندكم امل في الشفاء كبير جدا، كلنا عندنا امل ده. بطلب منكم بس تصبروا كده شويه لغايه ما الادويه دي تكون موجوده، وان شاء الله الحكومه المصريه وزاره الصحه المصريه بتبذل كل جهدها توفير هذه الادويه ليكم، وهتكون موجوده ليكم قريب ان شاء الله، وكابوس فيروس سي ده ينتهي من مصر. يعني بالجمله دي انا يعني انهي هذه الحلقه. هذا امل جديد على اعتاب عام جديد. لو عندنا مشاكل كتيره في حاجات تانية، على الاقل في اختراعات علميه والحكومه المصريه بتحاول انها توفرها لنا، وزاره الصحه بتحاول توفرها لنا. بشكرك جدا يا دكتور، بشكر كل الناس اللي بتعمل وداخل وزاره الصحه على توفير هذا العقار. بشكر السيده الوزيره، بشكركم اعزائي المشاهدين. يوم الجمعه يبدا لقاءاتنا او تبدا لقاءاتنا مره اخرى مع الاستاذ محمد حسنين هيكل، هيكون الساعة 10 بالليل. ميعاد جديد، استنونا ونرجع تاني للعاصمة يوم السبت بإذن الله. أشكركم وهذه لميس الحديد، تحييكم، صباح الخير.